متواصلين معاكم ولا زلنا في برنامج قصة نجاح، وعايشين قصص النجاح الكثيرة في الكويت، وما شاء الله يا الكويت مبدعين في كل المجالات. قصتنا اليوم راح تكون مثل ما شفتوا بالتقرير مع فارسة مميزة ما شاء الله عليها، أبدعت في مجال القفز والفروسية، ونقدر نقول اسمها صار من الأسامي المرموقة في هذا العالم، آلاء السلطان. وقصة نجاح اليوم مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اخوي مشعل. طول عمرك. لازم اول حلقه اصير شوي رسمي ونطلق ونصير بالنظام المعتاد. يمكن اول سؤال يقولون دائما في البرامج اللي مثل هذه البرامج البدايات، يعني الا يمكن الفروسيه نوعا ما رياضه صعبه شويه، التعامل مع الخيل صعب، فنقدر نقول البنات شويه مو صوب هذه الرياضه، ايش اللي خلاش تبدين هذه البدايه وتدشين في مجال الفروسيه؟ والله الأمانة بدايتي يعني ما أقدر أقول إني أنا شفت أحد مثلاً يركب أو إنه في أحد عندنا بالعائلة يركب، جات يعني بمحض الصدفة. هو عشق للحيوان بشكل عام. زين، عشق الحيوان الواحد يربي له قطوة في البيت عدل؟ صح. بس ما يربي له خيل ويركب فوق الخيل وبنوته وصغيرة وكذي. صح كلامك. صراحة أنا يعني من صغري شدني الحصان، يعني سواء بالافلام سواء في اي مكان انا اسافر، يعني اذا فقدوني الاهل شافوني واقفه عند واحد من الخيل، فكان عشق من الصغر يعني. وطبعا واحنا صغار نشوف افلام ديزني ما افلام ديزني وحصان يطير وحصان ما ادري شنو، خلاص هو اقدر اقول شيء بالدم. وللامانه يعني من صغري لليوم ما اقدر اقول انه مر علي اسبوع بدون حصان. لازم يعني اذا مو يوم الترك، اذا مو اسبوع، لازم مره مرتين انت عند الخيل حتى اذا سافرت. حلو. احنا نتم في البدايه ونتم في هذا العالم ودخولك الى عالم الفروسيه، انت حابه الخيل، ومثل ما قلتي ان تاثير الرسوم المتحركه، حبك تكرمي الحيوانات، امور كثيره. بس شلون دخلتي؟ شلون الخطوه اللي سويتيها؟ شلون اقنعتي اهلك ان تعالوا يا ماما وبابا وكذي انا ناويه اركب خيل؟ نعم اكيد صار في نعم. ليش لا؟ نبي القصه هذه. شوف، مثل ما قلت انا من وانا صغيره شافوني هم ان انا احب الخيل. حلو. اقدر اقول الشراره اللي انطلقت في البدايه كانت في الغزو الغاشم. كنا احنا في لندن ذيك السنه، وودوني حق هذيل الرحلات اللي يودون الهايد بارك يتمشون فيهم على الخيل وكذي، وشافوا يعني ايش كثر انا متولعه بالموضوع، وخلاص انا يعني ما تبي تردي رجعت الكويت وحطيت يعني على قولتهم ريل بالسوري بالارض انه لازم انا اشترك بنادي. حلو. وحفرت القاع ويعني سويت المستحيل انه لازم يشاركوني بنادي. كانوا رافضينهم اول شيء؟ لا ما كانوا رافضين، بس يعني عرفت الشعور مال كل ام وابو انه يعني دراستك وخاف يشغلك عن ما ادري شنو وخطره وطيحين والتعورين يعني، وهذا ترى عامل وايد مهم يخلي وايد اهل ما يدخلون عيالهم بهالموضوع، لان فيها كسور ورضوض، ويعني مو رياضه مثلا تقول لك كل رياضات فيها اصابات، في القدم، السله، الطائره، حتى كره اليد. بس يعني شنو يعني اقدر اقول السله والطائره يعني وكره اليد في الاحتكاك يعني بسيط، لكن الخيل ممكن انت يعني شيء مصيره مو بيدك، ممكن الحصان دقيقه على مزاجه قطك شاف شيء قطوه بالارض، يعني في شيء هذا ما بيدك انت تتحكم فيه، فجأة يصير وشيء. وبعدين يعني حتى انت حق الناس اللي مثلا ما لها علاقه بالفروسيه، نفس ما انت بديت حلقه يقول لك حصان وكبير وهذا ولدي وصغير ولا وتو الناس وعظمه طري وما ادري شنو، فالاهل يخافون يعني يدخلوا. فكان هذا بالبدايه يعني ان دراستك وراح تلهين، وبعدين الفروسيه يعني يوميا اذا انت تبي تنجح بهالرياضه لازم يوميا، اذا انت تبي تركب وناسه ولا شغل اللي سفرات وكذي لا تقدر مره بالاسبوع تمشي، لكن الانسان اللي يبي يدش بهالمجال الرياضه انه يعني يبي يوصل شيء لا لازم يوميا الاهل يبونه ويدربونه، واذا تطور مستواه يشترون له خيل ويودونه معسكرات، فيعني هم عارفين هذا الدرب وين راح يودي. فبالبدايه كانوا خايفين من سالفه الدراسه، وصارت يعني سوالف وايد يعني لها علاقه بالدراسه يعني اثرت على مستقبلي والسب الخيل. احنا راح نروح حق الدراسه نسولف عنها بعد شوي، لكن شلون قعدت فيهم؟ شلون قالوا خلاص يا لا بس هدي بالك وروح نادي السد الفروسيه؟ شلون دخلت النادي؟ شوف للامانه الوالد يعني رحمه الله عليه هو نقطه الانطلاق في حياتي، هو اللي خذاني من ايدي ويابني نادي الصيد والفروسيه. بعد حنا وايد، بعد حنا ورنا وشافوا يعني انا يعني حتى لما اروح مثلا بار ولا شيء كذي يعني خلاص هم شافوا انه انا اي مكان اروح له لازم ادور وين الخيل. الخيل. فيابني هني، وكان النادي يعني شو اقول لك؟ يعني صحراء بعد الغزو، ما في خيل، ما في مدربين، ما في ولا شيء،
يعني احنا جينا وهم توهم شوي يعني يبنون من اول جديد. ماكو شيء يعني المكان يدخلني بيج الحزه حتى يعني واحد حتى مو كويتي يعني عرفت اللي احد من السياسي اللي يسجل الخيل وكذي يحطني على هذا الحبل الطويل اللانج ويلا يعني مو اللي اساسيات اللي يفتري بالخيل المهم ان انا اركب حلو بدايتي عاد الصح مع مدرب مضبوط كان اوجه له تحيه من هني المدرب نادر ابراهيم اللي هو الحين اي ماسك هم التدريب عند مركز الكويت الفروسيه وهو يعني مسكنا هذا المدرب يمكن ما قصر مع شباب وايد مبدع في عالم الفروسية. مدرب وطني ويعني مخلص ومسكنا احنا جروب اقدر اقول ذيك الحزه عيال ودربنا وجابلنا وعلى الخيل الموجود يعني ذيك الحزه شويه كان انجاز كان يعني يحاول يسوي له جو كثر ما نقدر وللامانه تولعنا الجروب اللي كان معك لما دخلتي الى عالم الفروسيه وتولى اعدادكم الكابتن الوطني نادر ابراهيم تذكرين منو من الابطال اللي كانوا معك شوف الامانه الجروب اللي كانوا معي في ذيك الحزه مع نادر سبحان الله تطشروا ما استمروا ما ادري ليش يعني اذكر منهم الفارس يعني سعد الدليمي اخته هنا الدليمي دعنا الدليمي عبد العزيز بستكي ذيك الحزه مثلا يعني محمد النعمه كلهم يعني اخذتهم الدنيا يعني نوعا ما اشبعوا رغبتهم راحوا خلاص كفايه عليهم صار ما شاء الله القدم وهم اللي للحين من القدم؟ جميلة المطوع نادي المطوع مهند البحر يعني هذا الجروب دينا دلال البعيجان هذيل الجروب اللي لما جيت على قولتهم احنا تحت نطالعهم كذي هم اللي للحين مستمرين ما شاء الله عليهم وانت اخذتي المسيره قاعد تكملين معاهم يعني هم ابطال وانت ايضا احدى البطلات في هذه الرياضه تمرنتي مع الكابتن نادر صح. وصار في نقدر نقول حب زياده وولع زياده في عالم الخيل انت في البدايه ما كان همك انه قفز ولا مو قفز المهم انه في خيل وفي نقدر نقول في فروسيه والواحد يستانس دشيتي مع الكابتن نادر تولى عندك الموضوع تذكرين اول بطوله شاركتي فيها سواء كانت محليه صعب والله صراحه اذكر اول بطوله لانه احنا يعني مو مثل اقدر اقول يعني كره القدم اللي تلعب مباراه كل اسبوع واخر شيء دوري احنا كل اسبوع بطوله منفصله بحد ذاتها بنتائجها بدنيتها فيعني كل اسبوع من اللي اقدر اقول 94 و95 وانا اشارك ما شاء الله بس اول كنا نشارك على خيل النادي ايه؟ وعاد اخذ الافلام يعني انت تبي المقابله تكون رسميه يعني اقدر اقول لك اخذ الافلام يعني حصان مو راضي يلف من الزاويه، حصان مو راضي يدش من الباب، حصان مثلا من حاج حق الحاج خبره هذه خبره بس عاد تاخذ انت هم يعني طيحات بزياده ونادر يعني كان تف عرفت يعني حتى ساعات لما تصير مثلا نجره بين فرسان انا بهالحصان الزين وانا بهذاك الحصان الزين يصير مخامط يقول لك انا بالحصان السهل شبي بالصعب ياخذ كبوسه يقط فيه اوراق ويحط اسامينا يسوي قرعه يلا تفضلوا اللي يطلع له الحصان اللي يطلع له الحصان فيعني انه يحاول الحظ له دور ما يحاول يرضينا يعني كثر ما نقدر بالعكس هذا ذكاء خاصه انتم صغار وما شاء الله عليكم هو اي ما شاء الله بعد شخصيته قويه يعني بس انه كانت تصير مواقف طريفه وانا عندي قبل يعني شوي ما بكبر عمري بس احس احنا جيلنا شويه اسهل من 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 الجيل يعني كنا مطيعين اي يعني اذا زفونا نسمع الكلام الحين وين اللي تزف واحد يرددك طبعا لكل دولة رجال وكل زمان له جوه وهذا شيء متوقع يعني كل جيل له اسلوب في التعامل نرجع بعد مره حق جيلنا احنا جيل طيبين على قولتهم انت الحين مع نادر ابراهيم وكان الخيل خيل النادي متى آلاء قدرت توفر لها خيل خاص فيها؟ شنو القصة اللي صارت حتى يكون لها خيل وتشارك في البطولة؟ هالمرة بدون خيل ما يسمع الكلام خيل يطير والأمور هاي كلها. القصة جات بأن ذيك الحزة يعني لما بديت أبي أقفز حسيت أن يعني خيل النادي يعني هم بحكم ظروفنا بعد الغزو وكذي ما كانت خيل يعني ذيك المستوى اللي انت خل تدريب وبعدين تجيك الحصان ماله خلق ومشتغل ثلاث مرات مع فارس ثاني قبلك تجي دورك انت ما له خلقك الحصان فيعني بدا عاد الحين مشوار الحنان النكست اب الحين يا جماعه بحصان طبعا انا وحده وين يعني ذيك الحزه كنت بالمتوسطه لا معاش لا ولا شيء يعني لما شريت كنت يمكن 13 او 12 يعني كذي ايش قدر حنيتي على هل حتى ما تحت شروط الجنه؟ طولتي وايد الحصان الثاني إيه؟ اضربت عن الاكل الله الله يعني الاول كان شويه اسهل لانه إيه؟ ارخص إيه؟ الثاني يعني خلاص ابي انتقل حق المرحله عاد الحواجز العاليه وكذي البروفيشنال ذيك الحزه كان يعني السعر ذيك الايام وايد احنا خلينا نوقف مع الحصان الاول انزين ونعرف قصته بعدين نعرف قصه الاضراب وش سويتي بالضبط الحصان الاول حتى ما كان عندنا يعني قلت حق يعني والدي رحمه انا بشتري حصان
وين وين ما ندور، ولا باتحاد العسكري الرياضي حتى مكان ثاني يعني. ما ادري شلون كان ملك للفارس خالد الخبيزي او ملك لوالده يعني. المهم هم خالد كان شباب ليش الحزه، تحياتنا له طبعا. ليش الحين كبر بالعمر؟ لا هو يعني مو بيني وبينه لا يسمع اكيد ان شاء الله. فكان حصان يعني اقدر اقول ميكس يعني، يقول لك يعني انجلو عربي يعني شوي عربي وشوي مهجن. شنو الافضل يكون عربي ولا اوروبي حصان؟ اوروبي ويعني كاش يعني. كاش يعني ويكون يعني البريد معروف بيج وسترونج ويعني امه معروفين والعادي نظام الحين بلا الحين تدفع حتى على اسم الابو ولا اسم اليد يعني. إيه جدا 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 يعني. فالحين يعني تكرم حتى الكلاب اللي يعني ما قاعد يقفزون ولا شيء كذي، البيدجري يحدد سعره. تتخيل مع الخيل يعني هم يتوقعون انه لا والله هذا ابو بطل، فاحنا متوقعين انه يكون تتوارث كذي. فكان هذا حصان ميكس ميكس حلو ويعض وعض اخوي. انت ما عضج؟ عض اخوي في احنا رايحين نسوي الديل. ايه اخوي واحب امسي عليه قاعد عليه بالبيت. ايه يعني مربع وبطبوط ما شاء الله عليه، وهم كان توا بادي يركب. المهم ابوي قاعد يخلص الديل مالت يعني الحصان، كان اسمه دهيمان يعني حتى اسمه عربي. يا سلام كان يعض اخوي على بطنه والله. عض قوي كذي عضه ومسكه عرفت يعني دعم لبس بالطف. لحظه هي العضه كانت عضه ولا لا؟ لا عضه تخليش. هو الحصان يعض وهذا يعني اخلاقه داخل الاسطبل تعبان. عض حصاني مسكه يعني من بطنه وتل شيء لبس بالباب وقاعد يبكي. كان صغير يعني اصغر مني 3 سنين، كان عمره 9 ولا 8. يقرب الحصان منك وانت صغير تخاف؟ ما قاعد ينوح. انا شفته طبعا ابوي هناك يفاصل وما ادري شنو بالاسعار وهدده. حتى ابوي لما سمعت هالسالفه بعدين قاعد يقول لي الله اكبر عليك هددته. قلت له انت كلمت لين نشتري هالحصان؟ يا ويلك يا ويلك. شوفي الولد تعور صار في شيء ماكو لا قاعد الدهم يعني وراني بطنه وشو دهم حالته حاله. قلت له اوديك اي مستشفى تبي بس اسكت الحين خلي يخلصون. تبي خياط تبي ابر. المهم يعني بس هذا ندل يدل انه بداخلك اصرار وطموح وامل كبير. جنون يعني خلاص انا هذا الشيء لازم يمشي بغض النظر اكستريم الافكار شنو الاضرار يعني لازم هالمركب يمشي. الحمد لله تمت البيعه وشريت. كم كان سعر ايامها؟ وهلا الشيء يمكن 2000 دينار 1500 دينار. 2000 دينار بذاك الزمن يعني كنش تقولين الحين 8000 9000 دينار. يقفز يعني حواجز صغار وكذي. لا ويعني ما كان الحصان الامثل مجنون عضاض وكذي، بس انه المهم انه شيء. عضتش من قبل؟ لا بس انه يعني لما يحاول انا ادري ان هذا يعض، بس هو مسكين اخوي لما راح ما يدري. عرفت رايح على عماه كذي وحصل له عضه. انزين اخذت الحصان هذا وشاركتي من وراها بطولات؟ تذكرين اول بطوله على تهيمان؟ والله اول بطوله لا، بس انه يعني بال94 اهم بطوله عندها تذكرينها؟ تشلون يبا خل اخذ فاصل تذكرين البطولات مع دهيمان وبعدين نسولف عن المرحله اللي جايه في مشوارك، ايش رايك؟ ان شاء الله. فاصل ونواصل. قبل معاكم مشوار وقصه نجاح الفارسه الاء السلطان، يمكن سمعنا موضوع دهيمان الحصان العضاض سالفه بس ما راح اقولها على الهواء. اكيد نكمل المشوار معاك ونعرف قصه دهيمان والبطولة، أول بطولة أو بطولة البطولات المهمة اللي فزتي فيها مع هذا الخيل. طبعا الفروسية أنواع، في قفز الموانع، في شيء اسمه دراساج اللي هو يعطونك مثل اختبار. إيه؟ رح من هني لهني، هني اطلع تروت، هني اطلع ركض، هني رد مشي. لحظة هاي شو اطلع تروت؟ دراساج يعني في الحصان لسرعة، في طبعا عشان المشي. عشان بس أفهم المصطلحات أنا معك. أوكي، في ووك اللي عادي. هي مشي. إيه؟ تروت اللي يصير يعني خطوتين تك نفس تك الخيل المصري لما يرقص مثلا تقريبا هي. بس على قدام يعني الحصان المصري بمكانه على جنب يعطيها. وفي طبعا الكانتر اللي هي الركض، وفي الجالوب اللي هي الخيل السرعه شلون لما يركضون السرعه العاليه. اي اي ففي يعني فرع من الفروسيه اسمه دراساج اللي هي قبل كانوا يسوونها، يا ليت اتمنى انها ترجع مره ثانيه، الا وهي ان انت في مثل مكان مسكر محطوط فيه احرف. إيه؟ ويعطونك امتحان. يقول لك من هالحرف لهالحرف ووك، من هالحرف لهالحرف كانتر، من هالحرف الطاعه. كنا اتيكيت يعني اكثر شيء اختبار للطاعه. نعم. ان انت الحصان لما تقول له ارجع مشي من الركض لازم عند هالحرف يوقف خلاص. عند هالحرف يركض. حلو. عند هالحرف. فكان دهيمان يعني معلم يعني بهالاختبارات وايد ويعني شطانته بالقفز لا كانت العكس بالهذا. فما شاء الله عليه
يعني شطب على هالبطولات مالت الدرساج كان جدا جدا يعني ممتاز. وليش وقفوها البطولات هذه؟ والله ما ادري، اتمنى ترد يعني. يعني قرار من اللجان المنظمه حق السباقات ولا اقدر اقول انها يعني اندثرت؟ ما ادري يعني، يعني ما صار لها اهميه. والله في رعاه في بالهم انه لما يسوون بطولات يعني الموسم الجاي انه يردونها. حلو حلو، بس ان هذه وايد زينه حق الناس اللي ما بدت قفز يعني. في ترى فرسان وايد ما عندهم اهتمام، اذا نوت انترستد يعني بالقفز، يقول لك انا ما ابي اقفز، بس انا ابي على قولتهم خياله. نعم، انا ابي اطلع اتمشى بالحصان واركب فيه ما ادري شنو، هذا الشيء انا انترستد، فهذيل لهم مسابقات. بس انت قلت ان شاء الله يمكن يرد هذا الشيء مع الرعاه باذن الله تعالى في الموسم الجاي. والله انا من المطالبين يعني. نعم. يعني اذا هم اقدر اذكر اسمه على الهواء يعني الاخ صلاح الجاسم، هو مسوي بطوله من قبل. نعم. والبطوله الثانيه يعني هذه واحده من الاشياء اللي في راسه انه يصير في بطوله تدرسها. عيل وجه رساله حقه عشان يوقف على موقفه ويرد النظام. هو شو اسمه؟ صلاح الشخص صلاح. بس صلاح البطوله شنو؟ هي بطولته باسمه يعني النوع الدرساج. الدرساج اخوي صلاح الجاسم، ان شاء الله يا رب البطوله الجايه تثبت على موقفك وترضي على السلطان والفرسان اللي ما يحبون القفز يحبون نظام الطاعه والفروسيه والخيال على قولتهم. صح. حلو. دهيمان اتوقع مع الايام كبرت شوي، صار في عندك طموح اكبر. بالضبط. واضربتي عن الطعام حتى يكون او حتى يتحقق هذا الطموح. القصه قبل اضراب لحد اضراب لحد ما صار الخير عندك، ايش صار ياك؟ القصه ان الله يذكرهم بالخير، طبعا هي الفارس جميله المطوع تحياتنا لها وزوجها الفارس حمد الدبوس. والنعم حمد الدبوس ارتكب في دين جريمه، خلاني ارتكب جريمه، خلاني اشغل فرسته سترايك في احد الايام. حلو. انا بس ركبت هالفرس قلت انا بس خلاص حبيتيها، ما لازم باي طريقه انا اشتريها، تبينها خلاص. ليش ايش معنى الفرس كان أو؟ يعني على قولتهم حب من النظرة الأولى يعني. ف يعني نزلت يعني على طول قلت له هالبيع هذا شيء يعني عادة الحين الواحد ما يسأل، واحد ما يروح حق واحد يقول له تبيع، لأنه ممكن الشخص يعطيك سعر عالي. نعم. بس بحكم الصداقة يعني مع جميل وزوجته قلت له يعني شوف لك حل، أنا يعني هذا الفرس أبيها وأنا كنت أبي حصان أنتقل فيه حق المرحلة الجاية. حلو. طبعا لما جيت فتحت يعني امي وابوي والفرس مستواها يعني كان جدا عالي يعني وايد اعلى من وايد اعلى من اللي انا قاعد اسويه الحين. نعم. توني بس حلو لما يكون اللي عرفته انا بالفروسيه الفرس لها دور كبير في تنميه قدرات ومستوى جداً الفارس، فحلو انك انت تفكرين لقدام. يعني انت ما تتخيل انه يعني على قد الحصان ما يكون قفزه حلو شخصيته تلعب دور، يعني في خيل يعني they fight وياك هم يعني عرفتي مثل كريستيانو رونالدو لما يكون مع مدريد او شو اسمه تحبينه؟ ليونيل ميسي. ميسي انا ما ادري كيف شلونك كيف جاي كل واحد ناديه. اي والله. فيعني هو يعني هالفرس كانت يعني من النوع اللي ساعد الفارس. حلو. فخلاص انا حبيتها وكانت سلسه وركبها حلو. وكلمتي الوالده والوالد؟ كلمتهم. صح. طبعا يعني من صدقك انت وشلون ويعني انها هذا يعني التزام، الحين عندك واحد وتبين الثاني نبيع القديم ونشتري جديد، ثاني شيء السعر يعني كنت شاري سياره يعني الحين هم هالمرحله كنت بالمتوسطه سعرها سعر سياره تقريبا كنت رابعه متوسط كذي يعني. قالت هي ما سنه سنتين بس معك ماكو لا لان خلاص الحين انا تطورت وصرت ابي اقفز وصرت ابي انتقل حق المرحله الاعلى منها. حلو. فقالوا لك الموضوع غالي وايد. قالوا لي انه يعني ما يغلى عليك لكن اكيد ما يغلى بس يعني انه تو سون وكان سعرها ذيك الحزه علي انا على اللي قاعد اسوي وايد وايد. قلت حق كم كان سعرها؟ ذيك الحزه؟ اي كانت تقريبا ستة يعني نقول الحين التسعينات هالحكي الحين يمكن فيها 12 بعد اكثر من دبل على الحين الانفليش اللي صاير فيعني خلاص قلت لهم انا ابيها. قالوا لا ما لا اي شنو تبيني اي واحد يشتري اي شيء؟ قلت لا ابيها ماكو خلاص. ايش بتسوي؟ اضربت عن الطعام. واضربت عن الطعام كم يوم؟ وايد لين رضى يعني يمكن قعدت على الماي على شي يعني انه خلاص شافوني وكل يوم بكي وكل يوم بكي. انت اضربت وعلى كبر يعني انت اضربتي زين بس بالليل مثلا ما في توست الدش ما في شيء من وراهم في شويه تسريب برا البيت يعني بس انه المهم انه الظهر بس انا لا والله كان عندي ضمير يعني لما احس اني خلاص بموت اكل شيء بس انه يعني كنت نفسيا منهار. انا ما انصح طبعا مشاهدينا ان يضربون لا تتبعون هالاسلوب كلش يمكن هي كان في حالتها كان امر لابد منه لكن انتم مسوون كذي كلش
فوافق يعني. بعد كم تقريبا؟ اسبوع؟ لا اكثر. اكثر؟ اي والله قويت بس ما شاء الله عليك يعني. تحملتي؟ اي لا لا انا اذا حبيت الشيء ما يردنا عنه شيء يعني. احاول كثر ما اقدر. قلت لهم ان شاء الله اشتغل، ان شاء الله بارت تايم اي شيء، ان شاء الله اشتغل بعد الدوام. ما عندي مشكله. لازم مع الاضراب ومع مع الاضراب يعطي النتيجه. راح طبعا كلم سترايكر محمد وسترايك. سترايك اي. وهذه كانت يعني نقطة الانطلاقة في عالم القفز صراحة. عشت أحلى أيام. نقطة الانطلاق كانت سترايك. صح. شو اللي غير في حياة آلاء السلطان هذا هذا الخيل في حياتك؟ شو اللي أضاف لك إياه؟ شو البطولات اللي شاركتي فيها من خلاله؟ اللي أضافت لي هالفرس إن في أول موسم كامل، يعني أنا شريتها نص موسم فما انحسبت نتائجي كاملة. إيه؟ لكن الموسم اللي وراه في أول موسم كامل جابت لي لقب فارس الموسم في 97. ما شاء الله. فذيك الحزة أذكر فارس الموسم، يعني هذا إنجاز. هو في ليفلز للأمانة. إيه؟ في ليفلز يعني متقدمين ومتوسطين بس إنه على النقاط هي كانت يعني الهورس نمبر 1 وأنا كرايدر نمبر 1. يعني حتى لما نهدوني أنا ما كنت مستوعب، يعني قاعدة على المدرج ولما أعلنوا النتيجة مو مصدقة يعني. أنا؟ تقريبا لا والطينرات أنا؟ والفرس بالاسطبل يعني سرجناها بسرعة ويبناها يعني حتى ما حد مستعد. فهذا يعني بالنسبة حق شخص يعني مثلا 16 سنة شيء كبير يعني. إنجاز. إنجاز وهي خذتني مثلا من مرحلة للثانية للمتقدمين. حلو. كانت توب يعني. ما شاء الله عليك وانت ان شاء الله يا رب دائما حاجة كلها انجازات. المرحله اللي بعد سترايك شنو صار في تطوير في حياه آلاء؟ اول شيء عطنا شنو الصعوبات اللي واجهتك في المراحل التاليه؟ اكبر صعوبه واجهتني بعد عمر 16 سنه هي ان انا يعني قرار جدا صعب كان بالنسبه لي كفارسه ان ادرس برا ولا اقعد. اكيد تدرس برا. بحزتها انا كنت بقعد عشان وشوف ربك شلون يسير الامور عشان الخيل. كنت وايد وايد يعني ما اخذتني سالفه الفروسيه. ابي اظل بالكويت عشان انا اكمل هذا الموسم. حلو. وطلعت مقابله مع تلفزيون الكويت بعد البطوله وقاعد يقولوا لي ان شنو طموحاتك وهذا. قلت انا وسب الخيل انا اصلا بقعد في الكويت وهالكثر حبي لها ومن هالحكي. وتتعور الفرس اصابه يبيلها شهور. سترايك. سترايك اللي هي فرصتي الوحيدة اللي تشارك أشارك فيها يعني اللي أنا قاعدة عشان أشارك عليها. طبعا قلبك وقتها. طبعا أنا بالإضافة إلى قلبي قعدت بيني وبين نفسي يعني على قولتهم لحظة مراجعة حساب للنفس. هذه اللحظات حيل مهمة. لا هذه وهم يمكن يستفيد منها أحد صغير مقبل على الدرس. قلت أنا الحين قاعدة عشان هذه. نعم. وهذه الحين يمكن 6 أشهر ولا سنة على ما اصابتها عادة. ويمكن ترد ويمكن لا ويمكن صح. ترد اقل مستوى من قبل. الخيل انت عور مشكله. هل انا راح اوقف مستقبلي عشان الخيل وعشان هوايتي؟ بالنسبه لي انا الاجابه اي. صدقني وايد قرارات انا بحياتي. قلبك يقول اي. انا امشي ورا قلبي. عقلك شنو قال؟ اكيد في صراع كونفليكت ما بين القلب والعقل. بالضبط. بس هم قرار روحتي لعلاقه بالخيل. ليش؟ ايش رايك؟ صراحه كل ما قاعد فاجئين يا جماعه ترى وايد مفاجات. بعرف القرار هذا بعد الفاصل. ايش رايك؟ توكل. استمرين معاكم للحين وقصه نجاح. اكيد انا يمكن من الخيل متوتر شوي، عندي فوبيا من الخيل، ولكن اكيد قصه نجاح آلاء السلطان الفارسه الذهبيه معنا اليوم في برنامج قصه نجاح. مسكيبه قايل لك ان انا خاف من الخيل وانت مصر. انا امسك هذا ايش يسمونه؟ ايش يسمونه هذا؟ الجام. للجام. لا الجام اكشلي حق الركوب بس. ايه؟ هذا يعني حق الكشخه. اي اشوف مذهب وحركات. المهم خلي الخيل بعيد عني لا يخزني وايد لان اخاف منه. الموضوع وصلنا عند امريكا وايضا سفرتك حق امريكا كان لها علاقه بالخيل. شو السالفه؟ نقدر نقول ان الواقع يفرض نفسه هنا. ليش انا سافرت لعلاقه بالخيل؟ انت نهايه الامر من اللي بيصرف على رياضتك؟ انت. انت. نعم. فعشان اصرف على نفسي وعشان يكون عندي يعني المدخول الكافي ان انا اشتري احسن الخيل وان ادرب في احسن الاماكن. حلو. فكنت اطمح حق احسن الشهادات. عادل. فقلت انه اذا رحت وجبت شهاده من برا واذا كملت دراستي وهذا كان يعني دافعي ان اكمل بكالوريوس بامريكا. ما شاء الله عليك. ولما رجعت هم كملت دراستي. وبالامريكا الحين هم قاعد اقدم على الدكتوراه. ما شاء الله. انت يعني اوريدي عندك ماجستير؟ الحمد لله. من افتكر اي جامعه؟ الماجستير من هني. إيه؟ البكالوريوس كان من اريزونا بامريكا. اريزونا.
وان شاء الله الدكتوراه من يعني سكوتلند. يعني هذه العلاقه اللي كانت ما بين الخيل والدراسه، ان طموحك يكون انت احسن انواع الخيل واحسن المراكز ان شاء الله، خلاك تروح امريكا وتجيبين احسن الشهادات وتكملين ماستر وان شاء الله دكتوراه. الحمد لله. الحمد لله. زين، اهم المحطات بعد امريكا في حياه آلاء السلطان، انقطعتي عن الخيل فتره مو قصيره يعني، رجعتي كلش طموح وكلش شوق وكلش وله للخيل، اعطينا اهم المحطات بعد هذا في حياتك. الواحد طبعا مو بس يتكلم عن الزين، يعني هم لازم انت في محطات بحياتك تكون محطات حزينه يعني. حزينه. فالمحطات الحزينه ان انا وقفت عن الخيل حق البكالوريوس، وقفت حق الماجستير. كم سنه؟ تقريبا 6 سنين. وقفت وحاولت يعني كثر ما اقدر ان انا اشارك، بس يظل يعني قطاعي. صعب. ثاني شيء يعني عندي وفاة الوالد الله يرحمه، يعني يعني الواحد يصير خلاص يعني يعيد النظر بالدنيا مرة ثانية. نعم. لما تشتري الحصان الغلط بالنسبة حق الفرسان، يعني هم عارفين هالشعور، يعني هذا أسوأ شيء ممكن يصير حق فارس، إن أنت تشتري حصان آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة، تكتشف إن أنت مثلاً متوهق بهالحصان، ما تدري شلون تركبه، ما عارف شلون تشارك فيه، يكون متعود. قصة صارت معك في الموضوع هذا؟ إي والله، أنا شريت فرس للأمانة من ألمانيا وما توفقت فيها بالمرة، يعني شاركت فيها 7 بطولات فقط بس، وظلت يعني عندي عبء علي 3 سنين على ما قدرت اتصرف منها. اي، وتقريبا اقدر اقول خسرت 80% من قيمتها. انجازات آلاء السلطان، لما مثلا اي مدى يسالك باي لقاء يقول لك آلاء السلطان شنو انجازاتك في عالم الفروسيه؟ اعطينا. والله شوف، للامانه يعني انا انسانه جدا صريحه، يعني يعني انا لو مهما سويت يعني نقطه بحر من اللي ما شاء الله الحين الشباب يعني قاعد يقدمون، ونعم فيهم، لا تتواضعين وايد. لا والله انا اقول لك الصدق، يعني في ابطال سابقين احفروا اسمهم من ذهب يعني. نعم. وفي ابطال الحين ما شاء الله عليهم يعني يحفرون اسم من ذهب، حافرين اسم من ذهب، ونتوقع لهم يعني مستقبل باهر ان شاء الله. انا يعني انجازاتي اقدر اقول يعني بالنسبه لي كشخص مرضيه لي، لان انا اول مره على ظروفك، على ظروفي يعني انا اقدر اقول ان انا شوي ظروفي صعبه، لان انا موظفه. نعم. يعني هذه حط تحتها 1000 خط، ما عندي الا 30 يوم بالسنه. نعم. وهالثلاثين يوم لا اقدر اعسكر، يعني انا من اول ما توظفت للحين ما طلعت معسكر، ما اقدر، لان ما عندي الا شهر بالسنه. صح. استعمل هالايام عشان اشارك فيها بالبطولات الدوليه. نعم. ورا رمضان ان شاء الله. اللي بالنسبة لي أنا أقدر أسميه إنجاز هو أني أنا أول مرة في حياتي قبل 2 سنين شاركت بالدوري العربي. حلو. تجربة يعني خيال صراحة، يعني استمتعت في كل يوم كل دقيقة بهالشيء. أنك أنت تروح من مدينة للثانية تشارك في بطولات عالمية. حلو. فرسان من كل العالم، فرسان يعني على يسارك خالد العيد، على يمينك لارز نيبر مثلا من امريكا، طبعا الرايدرز راح يعرفون هالاسم، في الالماني اللي هو ايضا قدوتك شو اسمه ماركوس انينغ. أيوة. هذا للاسف مايا. أيوة. بس يعني ان انت وانت قاعد يعني في ميدان التسخين حوالينك كل هالابطال، انت شعورك غير، طريقه التدريب تحس يعني المدربين، انت ما تدخل عنهم، بطل حالك حالهم، انت يعني تتمنى تصير نفسهم، بس ان كفاية وجودك، إن أنت مثلا لما توقف بالتتويج ويمك هالأسامي إنجاز. إنجاز يعني أنا شاركت للأمانة يعني والحمد لله توجت، يعني من هذا البصلة تتوجت في 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 الدوري العربي، بطولة الشرق الدولية، بطولة كأس حكم الشارقة، بطولة العين الدولية، بطولة الشيخة فاطمة بنت البارك للسيدات، كلهم يعني أوائل كلهم. لا لا صعبة الأوائل، يعني ثالث. هم احنا بالفروسية عندنا انه يعطون مراكز ل 25% من المشاركين، هذول كلهم فايزين. حلو. بالقانون. نعم. يعني طبت خامس، طبت ثاني، طبت سادس، يعني انه يعني اخذت المراكز الأولى. ولكن الإنجاز بالنسبة لي اني انا قاعد اشارك فيها البطولات، وان انا قاعد اشارك في ارتفاعات اصلا انا ما شاركت فيها بالكويت. نعم. فانا الارتفاعات العالية شاركت فيها على بطولة دولية. فهذا بالنسبة لي كان تجربة، يعني أطلع من الأرينا مو تدرب عليها، مو تدرب عليها وايد، ما حصل لي هني في الكويت. نعم. يعني الكويت هني مثلاً 1.35 متر، 1.30 متر، هناك لا، دشيت 1.40 متر، 1.45 متر، يعني ارتفاعات جديدة علي وعالية، وفرس جديدة وتعبت معاها. هذه الفرس؟ هذه الفرس. وش موضوعها؟ شو اسمها؟ أورنيلا. أورنيلا، تحياتي أورنيلا يلي الحين قاعدة تاكلين مستانسة بالأكل، عليها بالعافية ما شاء الله عليها. فأورنيلا يعني للأمانة يعني أوجه الشكر لفارس محمد العويس اللي هو فارس الإمارات القدير، هو صاحب الفضل في أني أنا يصير الارتباط بيني وبين بين هالفرس، وهو قال لي عنها، ومن كثر ما أنا أثق فيه يعني برفع التليفون هو قال لي ترى في فرس كذي وكذي، طرت طقت تذكرتي ورحت الإمارات جربتها مرتين وقلت لها.
طبعا عندنا الكثير والكثير من قصص النجاح في مشوار النجاح من عيال الكويت المبدعين في كل المجالات. كنا مع علاء السلطان وهي أكيد فرد من أفراد كثيرين عندهم طموح، عندهم إصرار، عندهم تحدي، يمكن أخفقوا وفشلوا ولكن وقفوا مرة ثانية رغم الفشل والإخفاق ووصلوا إلى طريق النجاح. قصة نجاح برنامجنا راح يكون معاكم إن شاء الله في الحلقات الجاية، ومبدعين من الكويت، مع السلامة.